اول ميزه يمتلكها فوزي البنزرتي الاستوديو. نمشي لك عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن. شكرا لك ربيع من الوجوه الشاب البارز اثناء مع ترجي وجدي بوعزي. وجدي، بطوله عندنا نكهه خاصه. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح بطوله عندنا نكهه خاصه، تعب براتيكمون تاع عام كامل. عام كامل احنا في المرتبه الاولى، المرتبه الاولى تفكت منا جمعه كهو ورجعت لنا. الحمد لله ما جاتش بالفارغ، حتى حد سنة حاب يقول حاجه، حتى حد معطينا كادو، حتى حد معملنا علينا مزيه. بطوله جبناها رجال بقلوبنا وبمخاخنا وبكونسنتراسيون، وفقنا ربي نادي بمناسبة هذه نادي البطولة هذه اللي بعد تاع الترجي التونسي عامين لدى الجمهور العريض والكبير، ومبشرهم بانه مستقبل ترجي بخير وعنده اولاد يشرفوه، والعاقبة الجمعة الجاية البطولة العربية ان شاء الله يا ربي. شكرا لك. وجدي، معنا قائد الترجي الرياضي التونسي ربيع حمدي القسراوي، كان حاضر سنة 2006 مع إطار فني تونسي، ظلي تفوز بالبطولة مع الإطار الفني التونسي مع خالد بن يحيى 2006 و2009 مع المدرب فوزي البنزرتي. حمدي، الأمطار الأخيرة والتنافس مع النادي الإفريقي مع النكهة في بطولة هذا الموسم. والله سي أخبر كل شيء الحمد لله. نحب نقول حاجة، أن ينصركم الله فلا غالب لكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي، خدمة عام كامل. فما كاركتير كبير من الاولاد، جمهور كبير، ترجي كبيره. نحب نقول حاجه، اللي احسن هديه في موسم التسعينيه للترجي هي البطوله هذه اللي خدمنا عليها عام كامل. نشكر اصحابي، نشكر الاداره، نشكر الستاف الكل، نشكر الجمهور الغالي العزيز هذا اللي بالحق الميريت الشامبيون نتاعو هو. فهمت فريمون، نقول حاجه، جو سوي فيغ ديت اكسبيرونتيست. معناها حمدي، شنو الفترات معناها اللي شكيتوا هكا في فتره في البطوله؟ لا شوف، انا قلت لك انا سور اون سيزون نجم تعثر مره، خاطر ما امبوسيبل جمعيه ما تعثرش عثره ولا، لكن ليسونسييل اللي فما حاجه من داخل تقول لنا اللي باش نكونوا دي شامبيون. فهمت هذيك الحاجه اللي خلتنا نمشيو. مشكورين الناس الكل، الخدمه تعبت على الشامبيونا، وحتى حد ما عمل علينا مزيه، وحتى حد ما عطانا كادو بالقليب بالجهد بال نقول انا نقول الشامبيونا هذه نتاع الدم، عرفتك اللي عمرها ما تتهدى. شامبيونا تتفك عليك. حمدي، بالطبع معنا احد اللاعبين الشبان في الترجي الرياضي التونسي يوسف المساكني. اول موسم معناها مش سهل، معناها لعب في الترجي وفريق القاب ونتائج الترجي. والله الحمد لله يا ربي، خدمنا عليه اللقب هذا، وواحد اول موسم ليه في الرابطه التونسيه، توج بلقب البطوله، وان شاء الله حسن ما احسن، وان شاء الله ننزل كوب دراب، وان شاء الله نكملوا هكا. الحمد لله خدمنا عليها ياسر شوبنا هذا، ومعطانا حتى كادو كما قال حمدي. والله شكرا لك. جوه كبيره هوني ربيع قبل حصول ترجي رسميا على اللقب الحادي والعشرين، عوده ليك ربيع. جوه كبيره في ملعب 7 نوفمبر بيرادز بامضاء لاعبيه وجماهير الترجي الرياضي التونسي، طبيعي فرحه كبيره بمناسبه هذه البطوله للفريق الترجي. كان عندنا النتائج الخاصه بهذه الجوله الاخيره وكذلك الترتيب، باش نزيدوا نتاكدوا ونعرفوا شكون نزل وشكون قعد في الرابطه المحترفه الاولى، اذا موجودين نتائج والترتيب.